مع صلاحتي سكوي ياسر نحكي أنا بي. فما كلمة هلايمات قاعدين نسمعوا فيها برشا، الاحتكار والمحتكرين. السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر فيه عنده صواريخ على المنصات وعلى قريب باش يطلقهم، وقتاش ما ندروش، أما هنستناو. أما لازم نعرفوا إنه الاحتكار راه مش باهي، إنك تقطع سلعة معينة بسومها يطلع ولا تتحكم في سومها، سي ميشون. بحكم إنه الاحتكار يضر الاقتصاد والمواطن، قلنا برا نسأل المواطن شنو هو العقوبة اللي يقترحها للمحتكرين؟ معناه كي واحد يحتكر سلعة معينة وعنده دب مخبي فيه سلعة، شنو هو نعاقبوه مثلا؟ هيت خلينا نبداو مع جمال، المحتكرين معناه المحتكر شنو نعملوا له بالضبط؟ ما عادش يضحك، ما عادش يحتكر. يمنع من عباد الاحتكار. ما فهمتش في فرحان معناه يضحك، ما فهمتش. وصحيح هاي معناه عطيتنا حل فريمون يرحم والدين والديك، معناه عقوبة المحتكر ما عادش يحتكر. معناه سي جامي كي شدوا محتكر شنو نعملوا؟ نفكوا له الدب والسلعة ونقولوا ما عادش تحتكر كخا، كعودها انت تيوه مثلا باش ما عادش يعاود صنعته، نقولوا له الاحتكار لو ما يزيس. معناه فهمتش معناه شبيك صعيب ياسر سي جمال، معناه كي ارحمهم ما تقوليش زاد بتفك لهم الجمله اللمجه نتاعهم، صبروا برا. نسالوا حد اخر، تراه شنو العقوبه اللي تراها مناسبه للمحتكرين؟ يخلصوا اختي برشا ملايين. 10 مثلا، 10 ملايين؟ لا برشا 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 ملايين بشويه عاد، ما سيس ما مش يجيبهم. مو وانت شنو تقديرك يا اخي الفلوس؟ ما انا بكليتر وما نقولش هك، عندنا مش لابارامون بين المليون والمليار، ما يصيرش مش كان انت. اعطيونا عاد عقوبة باهية علاش هك، ترى هيت نشوفوا حد اخر. حبس 5 سنين باهين. اي باهين، اي 50 باهين باردين، اي تعديوا في الساعة، الخمسة بحق 10، ونحكي على سنين. اما عاد معناها ما نعرفش العقوبات هذيا راهو معناها ماهيش كل تنجم تقضي معناها على الاحتكار، لازمنا عقوبات ردعية مثلا باش اللي يحتكر يخمم 200 مرة قبل ما يحتكر. ترى اعطيونا عقوبة هكايا مزيان. الحبس. احتكر شنو؟ محتكرين قطاع، معناها قطاع معين بيان سور لي بيناليتي، لازم يكون عندهم دي بيناليتي، لازم يدفعوا فلوس. معناها مثلا كل كيلو محتكرين ويدفع حقه تريبل، وبعد تو الحبس. باه على كل كيلو يحتكر ويخلص اختي حقه 3 مرات، باهي يحتكر حاجه بالليتره مثلا، ترى شنو عملنا وجا مليح. هو الاحتكار راهو حاجه خايبه، اللي يحتكر الكلمه السلطه السلعه. انا ننصحكم نصيحه بركه، راهو اختك من الاحتكار ما تكونش كي نيمار. خرش بيبا، خرش بيبا، مع صلاحتي سكوي.